بطيخ 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 على السكين يا بطيخ. بطيخ؟ بطيخ. هو انت هاني حبيبي؟ بطيخ والله انا بعدي التاي بطيخ. هذا بطيخ يا بابا مش إلنا، في اليوم جايين علينا ضيوف. ماشي حبيبي الله يرضى عليك، ممنوع حد يمسك البطيخة هذه. ماشي؟ ماشي جايين علينا ضيوف بدنا نحط لهم بطيخ ومن هالموجود في البيت. ماشي؟ هات بوس بوس يا ديزكاها. يلا ايش شكلك؟ مش حاطة البسة أكل، البسة قاعدة وهيك عاملة شكلها جعانة، روح حط لها أكل بسرعة اجري. يلا طير يلا، ولا لا نحطه في الفريزر أفضل عشان على السريع التلج. يلا يا نشك حط لها البسة أكلها حرام. ماشي نشأت ايش ولا ليه بتردش علي؟ مش حكيت لك روح حط البسه اكل؟ انا بس بابا هالقد بدي احط لها. طب يلا اجري بسرعه. ايوه اجري حرك حالك يلا بسرعه اجري. نايم يلا يا جدتي يا حبيبتي عشان تاكلي. يلا يلا ايش النشا حطيت كل البسه؟ يا بابا حطيت لها اكلها يا بتاكل. طب ماشي حبيبي يا بابا الله يرضى عليك، خلص سيبها تاكل تعال عد جوا. يلا عد ماشي. يلا نشأة تعال تعال احكي لك تعال يا بابا. نعم الله يرضى عليك، انا هلقيت بدي انام وما بديش دوشه. ماشي ماشي. اوعك اسمع ده. ما راح. وين اختك؟ مش عارف. هذه البنت تقدر في الدار بدها طالعه. يلا ماشي حبيبي يا بابا. تعمل دوشة زي ما اتفقنا ها. ماشي بدنا نام. ماشي اخبط راس. واو طب كفر. اوه يلا اجي بديش دوشة ها. الله يرضى عليك يا بابا. ماما انا زهقت من الايباد، ايش بدي اعمل؟ بابا جاب بطيخة بلا ضيوف بلا هبل، بدي اعشحها واكلها. لا بديش افتح البطيخة هالقد، بدي اتأكد بابا نايم ولا لا. يس هاي بابا نايم، بدي اروح ارشح البطيخة فضل بطني الان اطبطب عليه. بطيخة بطيخة هي وين حطيتها؟ مشان معقول بالفريزر؟ هي والله هي انا بدي اروح اجيب الكرسي. بطيخة 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 يسمع أخيرا كشحت البطيخة، بس بدي أخذ البطيخة على غرفتي عشان لما أكل البطيخة بابا بيسمعنا عشان هايله بغرفته. على غرفتي بس بدي اسكر الباب عشان زي كاني انا نايم. بدي اكل بطيخة. روحي 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 يما كيف بياكل البطيخ زي المصاريع؟ انت
اشوف ايش حد في الدار، ايش الدعوه؟ اروح اشوف البطيخه، لقيت ثلجت يمكن صارت زي الثلج عشان في الفريزر. يا ولد ما فيك تلعب بطيخ؟ اجري تعال كله على حسابك. ماشي البطيخة رايحة، مين اللي ماخدها؟ ماشي حلقيت بشوفهم. يا مرح يا نشأت، وينكم يا ولاد؟ مرح مجننيني هالولاد في الدار، مجننيني. وينكم؟ مرح ماشي يا مرح، ماشي روح على نشأت. وينك يا نشأت؟ يا خيلتي راح بنت المرح والله غير لا يكشي في مرح. نشأت؟ هي ايش يا دي مرح؟ ايش اللي عامله؟ بك البطيخة يا بابا، والله زيك زيك زي العسل، تعال خد كل معي، خد اكل بطيخ؟ انا حاكلك هالقيت، تعالي. يا حرام يا برح، ايش بابا عامل فيها؟ انا بديش هذا المكان، بدي اروح ادور لي على مكان ثاني. ايش بتحكي؟ يا بابا ناس على فكره ما كان بالاول بديش يطعميني، بس لما سمعك زعقت حكي لي تعالي يا برح كل بطيخ. يعني هو اول ايش انت جيت عنده على الغرفه وطلبت منه تاكلي بطيخ وما رضيش يطعميكي بطيخ؟ وحكيتي كمان انه هو اللي شاريها، ولما انا سمع صوتي معصب حكى لك تعالي كل بطيخ. حكالك انه هو اللي شاريها. هلقيت يعني انا لما نجيت عليك انا فكرتك انك انت اللي ماكل البطيخه. وفي يعني الاساس نشأت هو اللي ماكل البطيخه ولبسك اياها تلبيس يعني. حكالي تعالي كله وراح خربت خبه. طيب ماشي تعالي معايا ندور عليه في الدار. تعالي اسمعي، انت روحي دوري في غرفتك وانا بروح في المطبخ ادور في غرفتي. ماشي يلا بسرعه. والله ما انت قليل يا ناشئه، والله ما انت قليل. معقول متخبي هان في الطاقات هادي؟ لا مش هان. ماشي يا نشأت، ماشي مش في المطبخ، مش في المطبخ. خلينا نروح اشوف مكان تاني. مرح؟ نعم. ايش صار معك يا بابا؟ لا ما لقيتوش. ما لقيتوش؟ طب كيف بدنا نلاقيه هذا الولد؟ بابا انا عرفت وين. وين طيب؟ ايوه في الحمام. في الحمام؟ متأكدة؟ طب اسمعي، بدنا نعمل خطة هلقيتها، ماشي؟ بدنا أعمل حالي إذا طلعت من الدار وتقول لي ماشي يا بابا تطول إن شاء الله يسهل عليك وتعال بسرعة، ماشي؟ يلا اتفقنا؟ يلا حبيبتي يا مرح، أنا بدي أروح مشوار وأرجع بسرعة، ماشي؟ وصحتين وعافية على البطيخة، إيش أعمل يا بابا؟ يلا مع السلامة، باي. ايش ولا ايش عمل فيك؟ هيك عملت فينا؟ التهمتني انه انا اللي تضحك؟ يعني عامل عمايلك وقاعد اضربها اضربها. اسمع يا بابا اسمع، عامل عمايلك وبتضحك مش شامك ولا خايف مني؟ هذا ايش نعمل معه؟ هيك خليتني اضرب اختك؟ هيك بتاكل بطيخه اللي انا جايبها للضيوف؟ ايش اعمل فيك يا بيه؟ تعال